المعادلة الجديدة التي خلقتها التجربة الثورية المصرية والتي رفعت من شأن قوة الشعب لم تبقى محصورة في حدود مصر فحسب، بل امتدت أشعتها لتغمر مناطق أخرى كما غمرت مصر من قبل بشعاع من تونس. المتابعون يرون أن الظروف التي أشعلت فتيل الثورتين في تونس ومصر لا تختلف في جوهرها عن معظم ما هو قائم في دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. معدلات البطالة المرتفعة، غياب التمثيل السياسي للشباب، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، قواسم مشتركة في معظم تلك الدول التي بدأت تشهد ردودا شعبية عارمة تنظمها أوساط اجتماعية ملت وطأة الفساد. من شأن إحداث تغييرات في بنية الأنظمة القائمة أن تحدث أيضا تغييرات في السياسات الإقليمية والدولية لهذه الأنظمة، بما يعنيه ذلك من إخلال التوازن الذي كان قائما لصالح إسرائيل خلال الفترة الماضية. وفي خضم تقييم الأثر على الوضع الفلسطيني، جاءت حلقة النقاش التي نظمها المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري برام الله لمزيد من إلقاء الضوء على كيفية التعاطي مع الحدث ومعرفة انعكاساته. هذه المتغيرات رح ترسم ملامح مستقبلية في مصر. مصر إذا اختلف الوضع بها وهو سيختلف على نحو جذري، هذا رح يكون له يعني تأثيرات على الشرق الأوسط إجمالا. المشاركون أكدوا أن تمكين جبهة مصر الداخلية سيصب حتما في مصلحة قوة القرار الفلسطيني، لكنهم أشاروا أن تعويل السلطة الفلسطينية على نظام مبارك مع بداية الأحداث أساء لها بشكل كبير وجعلها تبدو متضاربة مع مصالح الشعب. ولأن على الرائد ألا يكذب أهله فلتقل كلمة الحق بأجهر صوت. رهان القيادة الفلسطينية طويل الأمد على دور لنظام أسرة مبارك يساعد على التوصل إلى التسوية المنشودة استند منذ بدايته على أسس واهية. الندوة التي حضرها سياسيون ومثقفون خرجت بإجماع أن قطار التغيير وصل إلى الأراضي الفلسطينية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات من تغييرات وزارية والاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الشهور المقبلة، رغم أن ذلك التغيير المطلوب لم يحدث بعد. التغيير الذي شهدته مصر لم يكن مقتصرا عليها، فمصر هي الواجهة الرئيسية لما يجري في الوطن العربي بشكل عام، يستقر باستقرارها ويسوء إذا ساءت. ولا شك أن معرفة التجربة الثورية في أم الدنيا سيغني في معرفة الظرف الفلسطيني. من مدينة رام الله، أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.